بنبيذ نساء من كستناء ورخام، نار تأكل شفاه الريح. إليكم الشاعر خليل شحرور في كلمة نقابة شعراء الزجل في لبنان. سيدي دولة الرئيس، سيدتي العملية الأولى، سادتي أصحاب المعالي والسعادة والسماحة والسيادة، أيها الحفل الكريم، ساحر للمنبر والمتربع سعيدا على عرشه، يومئ للكلمة فترتمي كالعشيقة بين يديه، يمد إصبعه إلى ينبوع الشعر فيمشي نهر القوافي هادرا وراءه، لا تتعب عيناه من مصافحة الشمس ولا يكل جبينه من مناطحة الغيوم. أبو زيد الهلالي يعمل ساقيا لديه، وعنترة العبسي غلام من غلمانه، المتنبي أحد مستشاريه، وعمرو بن كلثوم من جمهور حفلاته. إذا كان الزجل هو العلامة الفارقة في التراث الوطني اللبناني، فإن زين شعيب هو علامة الزجل الفارقة. فقد استطاع هذا الشاعر أن يرسم لنفسه شخصية شعرية لا تشبه أحدا، لا تشبه إلا نفسها، حضور مميز يلامس التمثيل المسرحي، صوت جهوري لا ينشر التطريب، ونبرة تعلو وتخفت كأنها مبرمجة، أسلوب سهل ممتنع، حس شعبي مرهف، تعابير مستمدة من نبض الشارع وكلمات مخطوفة من أفواه الناس، كل ذلك مركب على شخصية أسطورية تتوسل التلاسن والإشكال لتوكيد هويتها المؤلفة من كوكتيل فضائل الفحولة العربية المشبع برائحة جبل عامل والمطعم بنكهات لبنانية مختلفة، كل ذلك على شيء من الادعاء المطلوب والمبالغة المستحسنة. بعد أكثر من نصف قرن أمضاه زين شعيب على منابر لبنان والمهجر، لا يزال شامخا كالسنديانة رغم عشقة الأدوية على طاولته، ولا يزال الفارس الذي يرفض أن يترجل عن صهوة الشعر، واليوم يأتي تكريمه تكريما لرعيل الرواد الذين أسسوا المنبر الزجلي اللبناني، وتكريما للثقافة الشعبية، أحد أهم روافد الثقافة الوطنية اللبنانية، كما يأتي تكريمه تكريما لجبل عامل وأرضه المفعمة بالإبداع، فالتراب الذي أنبت حسن كامل الصباح وبلال فحص يأبى إلا أن ينبت زين شعيب، لأن العالم المبدع مجبول من طينة الشعراء، ولأن المقاوم المستشهد يكتب بدمه قصيدة الحق والجمال والحرية. إني باسم نقابة شعراء الزجل في لبنان أتوجه بالشكر إلى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لرعايته هذا الحفل الكريم، كيف لا ودولته القائد الشاعر الذي استلهم ثقافة الشعب مبتكرا خطابا فريدا يجعل الأدب السياسي في متناول الخاصة والعامة. كما أتوجه بالشكر إلى الحركة الثقافية في لبنان، آملا أن تلي هذه المبادرة
خطوات قادمة، والسلام عليكم.